أفران شركة رودا فخر الصناعة الألمانية. اليوم راح نتحدث في تقريرنا عن هذه الشركة العريقة، الشركة المميزة في صناعة الأفران الخاصة بالخزافين. هذه الأفران التي تتمتع بجودة عالية، بناء قوي، مواد مصنوعة من الفولاذ وستانلس ستيل القوي جدا، تتحمل أعلى درجات الحرارة، تقنية عالية في الصناعة الكهربائية الألمانية، نظام آمن جدا، وتحكم كامل في الحريق. استمتعوا معي في هذا التقرير الخاص بأفران رودا الألمانية. ورح نبدأ بالأفران الدائرية التوب لودر، وهي من الأفران السهلة الاستعمال في متناول الجميع. نبدأ بالنوع الأول وهو E60، وهو للمبتدئين، يعطيك حرارة إلى 1320 درجة. النوع الثاني TE للخزافين ولصانعين الزجاج، يعطيك 1280 درجة. والنوع الثالث هو TES للمحترفين، يعطيك 1320 درجة. أما الفرن المربع من شركة رودا الذي يحتوي على أربع جوانب حرارية ويعطيك 1320 درجة، والنوع المستطيل أيضا، هم مخصصين لأصحاب الجداريات والأشكال المسطحة. وتصنع شركة رودا أفران للغاز لمحبين الاختزال والحرارات العالية. النوع الأول وهو TG سيريس، وهو حجمه يحتوي على من 80 ل 270 لتر، يعطيك 1350 درجة، وقوة الضغط متوسطة وآمنة واقتصادية للغاز، وتقنية التحكم باللهب دراون درافت لتوزيع الحرارة متساوية بالفرن. والنوع الثاني وهو الكيجي سيريس، وهو حجمه يعطيك من 250 إلى 1000 لتر، مصنوع من الفولاذ ونظام السقف للتهوية الحرارية وتوزيع لهب متساوي ومواقد صادة للحرارة وآمن جدا. والآن ننتقل إلى قمة الصناعة الألمانية، أفران ذات الباب الأمامي فرونت دور لودر. هذه الأفران ذات جودة عالية جدا ومميزة وسهلة تحميل الخزفيات فيها. النوع الأول وهو ESN، وهو النوع المميز الذي يحمل سكة قطار لدخول الأعمال، وهو سهل الاستخدام. ثم النوع الثاني وهو ELSS، وهو الاستخدام اليومي، وتقدر تحصل على حجم يسع إلى أكثر من 1000 لتر، ويعطيك درجة حرارة تصل إلى 1320 درجة. أما نوعية KEB والKEN فهما للهواة وللتطبيقات البسيطة مثل أعمال الصب والأعمال السريعة، كذلك للمدارس وورش العمل. وهناك أيضا نوعية KES والKES بلس، وهما أيضا من الأفران للاستخدام اليومي وتصلح للمدارس، لكن KES بلس يعطيك درجة حرارة تصل إلى 1350 درجة ويتحمل معاك لسنوات طويلة. أما المحترفين والعاملين على طينات البورسلين والتجارب العالية فلهم يأخذون KESH، وهذا النوع المميز الذي تصل حرارته إلى 1400 درجة ويتحمل لسنوات طويلة، ولكن حجمه لا يتعدى 480 لتر. ومارست الشركة أيضا محبين الراكو، صنعت لهم أفران TR والKR الدائري والأمامي، واثنينهم أفران مميزة يصلحون للراكو بطريقة رائعة. أما أحدث الأفران الكهربائية لشركة رودا، هذا الفرن الذي يحمل اسم هوت كيل، ومعناه بأن هذا الفرن يفتح بالكامل للأعلى ويترك لك مجال في الأسفل لوضع القطع الخزفية، خصوصا الخزافين اللي يعملون على أشكال كبيرة جدا يصعب تحميلها بالفرن العادي. ثم تختار للفرن
اللي انت تبي اجهزه التحكم بالحراره، وهناك نوع بسيط عادي وهناك نوع احترافي يستطيع اعطائك برمجه كامله لدرجات الحراره صعودا ونزولا. واضافت شركه رودا لتصنيعها دولاب كهربائي مميز جدا يحمل سرعات عاليه قوي جدا، وايضا قرص دوار للاستخدام في الاعمال اليوميه، وماكينة فرد الطين لمحبين عمل الشرايح والتشكيل اليدوي. أتمنى أن يكون التقرير قد أعجبكم لمشاهدة فخر الصناعة الألمانية شركة رودا. وإن أعجبكم التقرير انشروه. رودا، استمتع بالنتائج.